وهنا لطيفة ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله كما ذكرها عنه تلميذه ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود. ما هي؟ هنا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، أتى بصيغة الجمع، بينما لما أتى بالشهادة قال وأشهد، ولم يأتي بصيغة الجمع ولم يقل ونشهد، فلما التفريق؟ فالجواب عن هذا من وجهين. الوجه الأول قال شيخ الإسلام رحمه الله قال لأن الشهادة لا يتحملها أحد عن أحد، بينما الاستغفار والاستعاذة يتحملها الغير، فيجوز للمسلم أن يستغفر الله لأخيه المسلم وأن يستعيذ بالله لأخيه المسلم. ولذلك نقول اللهم اغفر لنا وأعذنا، فدل هذا على الجواز. لكن هنا رواية نحمده، والحمد لا يتحملها أحد على أحد، وهي ثابتة كما في حديث ابن عباس عند مسلم ومن طريقين من حديث ابن مسعود، وهي لا يتحملها أحد عن أحد. فما الجواب؟ الجواب أنها أتت مع نسق نستغفره، فدل هذا على إتيانها بصيغة الجمع. الوجه الثاني وهو عندي أحسن أنه أتى بصيغة الجمع في هذه الأشياء المذكورة. لما؟ لأنها طلب، يعني دعاء، ويندب المسلم إذا دعا أن يدعو لإخوانه المسلمين معه، بينما الشهادة، الشهادة ليست دعاء وإنما هي إخبار عما في قلبك، فأنت تخبر عما في قلبك، لكن لا يمكن أن تخبر عما في قلوب غيرك، وإنما تخبر عما نطقوا به وتكلموا به، ولذا أتى هذا الفرق بينهما.